السلام عليكم، أرحب بالجميع أجمل ترحيب، كل باسمه وصفته ومكانه ومكانته. كثير ما نشاهد في رياضات مختلفة عندما يسدد اللاعب الكرة أو يقوم بضرب الكرة، فإن الكرة يحدث لها تغيير في مسارها بطريقة تجعلها تنحرف عن مسارها المستقيم، مما يصعب على حارس المرمى التصدي لها، حيث يقوم اللاعبون في الرياضات المختلفة ككرة القدم وكرة الطائرة والبيسبول والكريكت وتنس الطاولة وغيرها من الألعاب بإحداث انحرافات في مسار الكرة، مما يصعب على الخصم التنبؤ بحركة حركتها. على سبيل المثال، يمكن للاعب كرة القدم تسديد كرات قوسية تتجاوز الحائط الدفاعي وتغير اتجاهها بشكل يفاجئ حائط الصد وحارس المرمى للفريق الخصم. وأشهر تلك الضربات هي ضربة روبرتو كارلوس في التسعينات ضد منتخب فرنسا، حيث البعض وصف هذا الهدف بالمستحيل وتحدى كل قوانين الفيزياء والرياضيات. فهل مثل هذه الكرات أو مثل هذه التسديدات هي جاءت مصادفة أم لها تفسير علمي؟ سوف نسلط الضوء في هذا الفيديو عن انحراف الكرة بشكل علمي، ونعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى انحراف الكرة، وسوف نحلل المهارة تحليل كيفي وصفي، وكيف لنا من خلال تحليل المهارة معرفة القدرات البدنية الخاصة أو عناصر اللياقة البدنية الخاصة بالمهارة، وهل لكل مرحلة من مراحل الأداء تدريبات خاصة. سوف نجيب على كل تلك الأسئلة. لايك للفيديو واشترك في القناة، وعلى بركة الله نبدأ. لأجل معرفة الأسباب لابد أن نعود إلى التفاصيل الدقيقة للأداء. خذ على سبيل المثال للحصر ضربة روبرتو كارلوس. روبرتو كارلوس سدد الركلة الحرة بطريقة مختلفة عن التسديدات العادية. الكرة ذهبت إلى يمين حائط الصد لتنحرف وتتجه مباشرة إلى المرمى. روبرتو كارلوس قام بضرب الكرة من الجهة اليمنى بوجه القدم الخارجي، وهذا جعل الكرة تدور بقوة حول محورها. الكرة بدأت بالتحرك بشكل مستقيم ثم انحنت وغيرت من مسارها باتجاه المرمى وخدعت الحارس ودخلت المرمى. طيب، ما الذي جعل على الكرة تنحرف عن مسارها؟ عندما يقوم اللاعب بضرب الكرة من أحد جانبي الكرة بوجه القدم الداخلي أو القدم الخارجي بقوة كبيرة، فإن الكرة تقوم بالدوران حول محورها بسرعة كبيرة. هذا الدوران يولد ضغط مختلف على جانبي الكرة. عندما تنطلق الكرة بقوة في الهواء ومع سرعة دورانها، يتحرك الهواء على جانبي الكرة ويترك مساحة فارغة خلفها، وبسبب دوران الكرة يتم سحب الهواء حول الكرة من الجهتين على طول دوران الكرة، وهذا يسبب اختلاف سرعة الهواء على جانبي الكرة. تصبح سرعة الهواء في أحد جانبي الكرة عالية، بينما سرعة الهواء على الجانب الآخر منخفضة أو بطيئة. والسبب في ذلك هو دوران الكرة، وبمعنى بسيط جدا، الكرة تدور باتجاه واحد وتخترق الهواء، فالهواء يمر من على سطح الكرة من الجهتين، فالهواء اللي يمر من جانب الكرة ومع دورانها يكون احتكاكه بسطح الكرة خفيف وسرعته أكبر. الجانب الآخر للكرة يعمل على إبطاء تيار الهواء بسبب دوران الكرة عكس تدفق تيار الهواء، فيكون احتكاك تيار الهواء بالكرة عالي أو كبير وسرعة تيار الهواء أقل بسبب الاحتكاك العكسي لتيار الهواء عكس دوران الكرة، وذلك يجعل ضغط الهواء مرتفع من هذا الجانب عن الجانب الآخر، وبالتالي جانب الكرة المتعرض للضغط العالي يدفع الكرة نحو جانب الكرة المتعرض للضغط المنخفض، مما يتسبب في انحناء مسار الكرة. هذه الظاهرة في ميكانيكا المواعي أو ميكانيكا الأجسام الذين تسمى ماجنوس إفكت أو ظاهرة ماجنوس، نسبة إلى العالم جوستاف ماجنوس الذي اكتشف هذه الظاهرة. طيب، هل يوجد معادلة فيزيائية لهذه الظاهرة؟ أكيد طبعا، وهذه هي المعادلة. ولذلك قوة ماجنوس ليست فقط مفهوم فيزيائي، بل هي أداة من أدوات المدرب لتدريب اللاعبين حتى يمكنهم استخدامها لتحقيق أهداف مذهلة وتغيير نتيجة المباراة من خلال تحقيق الأهداف لإعطاء الكرة مسار منحني يصعب على الحارس التنبؤ عند تنفيذ الركلات الحرة أو الركلات الركنية أو الضربات الركنية من خلال ضرب الكرة بطريقة تجعلها تدور بسرعة زاوية عالية، مما يؤدي إلى توليد قوة ماجنوس التي تغير مسار الكرة. طيب، كيف يتم تطوير هذه المهارة أو أي مهارة من المهارات الرياضية؟ عن طريق تطوير الصفات البدنية الخاصة أو القدرات البدنية الخاصة. من فين نجيب القدرات البدنية الخاصة؟ طبعا نجيبها من خلال تحليل المهارة، ولكل مهارة من المهارات صفاتها البدنية الخاصة بها، ولكل مهارة من المهارات قدراتها البدنية الخاصة. ولو قمنا بتحليل المهارة إلى عناصرها الأولية، مرحلة تمهيدي ورئيسي ونهائي، نلاحظ أن اللاعب يبدأ بالرجوع للخلف مسافة معينة، ثم يأخذ الركضات التقربية كمرحلة تمهيدية. طيب، ما هو الهدف من الركضة التقربية؟ سواء في ضرب الكرة الثابتة أو في الوثب الثلاثي أو الوثب
الطويل أو الوثب العالي أو في الجمباز أو في أي رياضة. طيب ما هو الهدف الميكانيكي من الاقتراب أو الركضة التقربية؟ الهدف هو إكساب الجسم كمية حركة، ويتم نقل كمية الحركة هذا من الجسم إلى الأطراف إلى الأداء. وكمية الحركة هي حاصل ضرب الوزن، وزن اللاعب في سرعته، والسرعة هي مسافة على زمن. ولتطوير السرعة يجب أن نركز على عاملين أساسيين، هي طول الخطوة، وهذا يتم تنميته عن طريق تنمية القوة العضلية. ويمكن قياس طول الخطوة من خلال عدد الخطوات أو عدد الأداء المهاري من خلال عدد الخطوات مقسومة على مسافة الاقتراب، يطلع لنا طول الخطوة. ولتطوير القوة يجب أن نحلل قانون القوة، والقوة تساوي الكتلة في التسارع. يبقى عشان نزيد من القوة يا إما بنزيد من كتلة العضلة أو بنزيد من سرعة العضلة أو سرعة الانقباض العضلي، أو نزيد في كليهما، في كتلة العضلة وسرعتها. الكتلة العضلية مهمة جدا، تدريبات القوة في صالة الحديد مهمة جدا للاعبين، اللاعبين الكبار شوف حجم عضلات الفخذ لديهم، هي مش موجودة من فراغ وليست هي موجودة للزينة. نأتي للعامل الثاني وهو تردد الخطوة، ويمكن قياس تردد الأداء من خلال عدد لمسات الأرض مقسومة على زمن الاقتراب، يطلع لك تردد الأداء وتردد الخطوة، وهذا يتم تنميته عن طريق تطوير الجهاز العصبي والسيالات العصبية. طيب والمرحلة الرئيسية اللي هي المرحلة الثانية هي مرحلة ضرب، وهذا يحتاج إلى قوة انفجارية، أن اللاعب حيضرب بأقصى قوته وبأقصى سرعة، ويحتاج توازن. والقوة الانفجارية تحدثنا عنها كثير في فيديوهات سابقة، كيف تنميها باستخدام البيسايكل، كيف تنمي القوة الانفجارية باستخدام التدريب الباليستي، باستخدام التدريب البليومتري، باستخدام التدريب البلغاري، باستخدام الأوزان الحديدية. ارجع للفيديوهات وشوف كيف يتم تنمية عنصر القدرة وتقنين الحمل التدريبي لها. وما دام أن اللاعب سوف يسدد الكرة في منطقة معينة، إذا يحتاج إلى عنصر الدقة، وعنصر الدقة الهدف منه حفظ الأداء المهاري. والجهاز المستهدف هي الذاكرة الحركية في المخ، ويستخدم فيه التدريب المستمر عن طريق تكرارات الأداء للوصول إلى مرحلة التكيف المهاري. فلا يكفي اللاعب أن يكون ماهر في الأداء، ولكن نحتاج أيضا لصفة البراعة واللي هي مرتبة أعلى من المهارة. وبهذا الشكل يتم التعرف على القدرات البدنية الخاصة من خلال تحليل المهارة الرياضية في أي رياضة من الرياضات الفرقية أو الفردية، ويتم استخراج العناصر البدنية الخاصة أو القدرات البدنية الخاصة كل مهارة على حدة. وأنت في برنامجك التدريبي ركز على عنصر معين ومهارة معينة، وابدأ بتطوير مستوى اللاعب مع عدم إهمال بقية العناصر، وتتعرف للقدرات البدنية الخاصة من خلال تفكير التحليل للمهارة الرياضية، وتبدأ تحط تدريباتك الخاصة بحيث أن أنت تراعي عدة عوامل في التدريبات الخاصة. لازم يكون التدريب الخاص بنفس العضلات العاملة وبنفس التوقيت الزمني للمهارة وبنفس المسار الحركي والهندسي للمهارة، وكمان نظام الطاقة أو نظام إنتاج الطاقة المستخدم في كل مهارة من المهارات الرياضية لكل مرحلة من مراحل الأداء، والأسلوب التدريبي المستخدم والطريقة التدريبية المستخدمة. هذه العوامل يجب أن توضع في عين الاعتبار عند وضعك للتدريبات الخاصة أو التمرينات الخاصة، أو يسمونها التمرينات النوعية، أو يسمونها التمرينات المشابهة للأداء المهاري. كان هذا هو موضوعنا لهذا اليوم، لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة إذا كنت مش مشترك، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وما تنساش تشوف الفيديوهات السابقة وتنتظر الفيديوهات اللاحقة. مع خالص مودتي للجميع، دكتور جمال وصابي.